السلام عليكم، أهلا بكل مشاهدين ومتابعين القناة. حالة من عدم الاستقرار المناخي تتعرض لها سلطنة عمان والإمارات خلال الأيام القادمة إن شاء الله تعالى. مع مساء يوم الاثنين القادم 4 مارس لعام 2024 تتعرض شمال سلطنة عمان وشمال الإمارات العربية المتحدة إلى حالة من عدم الاستقرار نتيجة تعرضها لمنخفض جوي قوي جدا تتأثر به البلاد مع مساء يوم الاثنين القادم إن شاء الله تعالى، يصحبه أمطار غزيرة وسيول محتملة على شمال المنطقة المذكورة على السواحل الشمالية، وتستمر هذه الحالة حتى منتصف الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى، مع مراعاة أن تمتد هذه الحالة إلى جنوب المملكة العربية السعودية وأجزاء كبيرة أيضا من اليمن وأمطار متفرقة أيضا في معظم سلطنة عمان. والآن مع الراصد، وكما نشاهد تبدأ من هذه المنطقة حيث تتعرض سلطنة عمان وشمال غرب سلطنة عمان ومعظم الإمارات إلى أمطار قوية، ثم تمتد الحالة إلى جنوب المملكة العربية السعودية وأجزاء متفاوتة من سلطنة عمان مع أجزاء متفاوتة من اليمن، هذا على مدار الأيام القادمة إن شاء الله تعالى، وسنوفيكم بما هو جديد بخصوص الطقس في هذه المنطقة خلال الساعات القادمة. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله.